فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن تأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آتنا فيمن عديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت ونحن برحمتك شر ما قضيت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحجات يا الله اللهم عليك باليهود وأعوانهم المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى خاصة وفي فلسطين عامة وفي فلسطين عما يا الله اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بذل شمع وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار تحزن. اهزمهم 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 يا الله وانصرنا عليهم. وصلوا على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sesiapa yang menjaga sholatnya, maka Allah SWT akan mengurniakan 5 keistimewaan. Yang pertama, akan diangkat daripadanya kesempitan hidup di dunia. Dan yang kedua, dia akan dihindarkan daripada azab kubur. Dan yang ketiga, dia akan menerima catatan amalannya melalui tangan kanan. Yang keempat, dia dapat melintasi ketiak siratal mustaqim dengan sepangkas kilat. Dan yang kelima, dia akan memasuki syurga tanpa sebarang hisab. Dan sesiapa yang meringan-ringankan solat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Jangan lihat itu saya